وننتقل معكم الآن لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أنباء الاقتصاد لدى سارة نجيب، تفضلي سارة. شكرا لكم إيمان وليلى. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة، أهلا بكم. أظهرت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت 66 مليارا و700 مليون دولار خلال العشر سنوات الماضية. وذكر جهاز الإحصاء أن الاستثمارات الأجنبية بلغت 8 مليارات و900 مليون دولار عام 2021-2022 مقابل 4 مليارات و200 مليون دولار خلال العام المالي 2013-2014. وتصدرت السعودية قائمة أعلى 10 دول استثمارا في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022-2023، حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.1 مليار مليون دولار، تليها في المرتبة الثانية الإمارات، ثم إيطاليا والمملكة المتحدة. استقبل رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة كيم يونغ هيون، يرافقه وفد رفيع المستوى بهدف بحث سبل التعاون المشترك. وخلال اللقاء أعرب ربيع عن تطلعه لاستكمال التعاون البناء بين هيئة قناة السويس والمؤسسات والشركات الكورية الجنوبية العاملة في المجال البحري، لا سيما في المجالات المتعلقة بالتحول الأخضر. وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس بدأت أولى خطواتها الفعلية في التوجه نحو التحول الأخضر بتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في تشغيل محطات الإرشاد الموجودة على طول القناة. افتتح اليوم أول مكتب سجل تجاري نموذجي على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك داخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية. المكتب أقيم على مساحة 120 متر مربع، ويقدم متوسط أداء معاملات من 300 إلى 350 معاملة يوميا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة. بيقدم المكتب كافة الخدمات للتجار من قيود أفراد، شركات، تأشيرات، تجديدات، شهادات محو، شهادات سلبية، مستخرجات. المكتب متاح من 8:30، أو الخدمة متاحة من 8:30 ل 2:30، وبنشتغل فترة السهر من 3 ل 6 مساء. منطقة جزيرة طنطا بتخدم 4 محافظات، هي محافظة كفر الشيخ، محافظة المنوفية، محافظة الغربية، محافظة المنصورة. وجودنا في المنطقة الجزيرة النهاردة والعائد بتاعه على المريض المصري وعلى الصيدليه، النهارده احنا بيبقى عندنا منطقه لوجستيه بالحجم ده 31000 متر، متوقع انها تشيل في المرحله الاولى بمليار جنيه بضاعه. مليار جنيه بضاعه بتوزعه على 8000 صيدليه، 8000 صيدليه في اليوم، متوقع احنا نطبع من 8 ل 9000 فاتوره بنوزعهم خلال 4 محافظات دول. وإلى سوق المال، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم، مستهلة تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 2 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 1.221 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 1.6 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 36% ليبلغ مستوى 18,033 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 35% ليبلغ مستوى 3,641 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 30% إلى قيمته ليبلغ مستوى 5,369 نقطة.
في منطقة الخليج أغلق سوق الأسهم السعودية على ارتفاع على خلفية ارتفاع أسعار النفط في آخر تداولاته، فيما يترقب المستثمرين خطابا لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لاستنباط مزيد من الدلائل على موقف السياسة النقدية وارتفاع المؤشر الرئيسي للسعودية بنسبة 0.4%، كما ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة قطر بنسبة 0.1%. كشف تقرير صادر عن وكالة بلومبرغ عن استحواذ الصين على نحو نصف الاستثمار العالمي البالغ 358 مليار دولار في الطاقة المتجددة في النصف الأول من العام الجاري. كما أشار التقرير إلى أن استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية في الطاقة الشمسية تأتي في المركز الثاني بنحو 25 مليارا ونصف المليار دولار، بنمو بلغت نسبته 75% على النصف الثاني من عام 2022. نهاية جولتنا الاقتصادية للتاسعة، والآن عودة من جديد إلى إيمان وليلى. إليكم، شكرا لك سار.